عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحباب المسلمين. ميل ألا لميشا جوتين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله. اليوم عندنا ملوغية سوريا من الشام. الله يحفظكم يا أصحاب الشام، ما أنسيكم ولا تنسونا. أكلكم كتير كتير طيب ما شاء الله تبارك الله. انتو حاكوا هستاتون بصل، هذا دجاج ولا اسم فروج ما شاء الله تبارك الله. انو ايكاري اصحابتو اجيدين شاكينكي سيفي عنو ايقو كاري مرغان كربا هدوان فرفرا ان ام فنجلنا ان لفاهك ببحسنايا هذا، لكن ادو ايقو كاري ساسو اوغادا سيتهين حال الدين عافمات كينا ما شاء الله تبارك الله. ملوقي إذا أنا مشكو هاي استواتنا إن شاء الله، ملوقي إذا واتنا ما شاء الله تبارك الله. صور الدواد أصحابتي ما أنتو حكش إذا أنت ملوقيه يدجاج حكش إذا أنت هاي وفنجلي وصخبدن عن كبح بحيي ما شاء الله وحقود لمن ملهن مده عن وصخ كبحناي. بسم الله مده وصخ كبحناي هذا اوكي واي بيكو ليلة هرتكو سوق سنايا دجاج كنوا اي كاري انتو دجاج كي اي قوي وبريس عد ايان دلعاننا ان شاء الله. مركمان تحينا هاي ساعة ملوقية سوريا وطعمها حلو كتير ما شاء الله تبارك الله. انا حبيت اكل السوريين يا اصحاب السوري. اسلم عليكم اي مكان اللي انتم قاعدين، الله يصلح بلادكم يصلح بلادنا والبلاد المسلمين. احبكم ما شاء الله تبارك الله. ان شاء الله راح نسوي اليوم هذه الملوقية ما شاء الله. انا صفيت بالكثير التراب والوساخة كله طلعت ما شاء الله. اصحابتو حقصوا شوا بيكوليل وقصي قصايا كدي بن بريس عدن دلعنينا ان شاء الله. ساسو قادة ولا لهي وحا انتكو هايستا باستا الشعيري قلقا سمييو هذا المكرونة حق الشعيرية ما شاء الله. بدي احط مع بعض مع الروز ما شاء الله تبارك الله. ان سوري دوار اصحابتي ده باستا انا وحيريس كقوايا سليدا كقوايا كدي بن بريسكي عد كان كدرجة با ملوقي دي واسو قصي بيكولي هالي كقصنتهاي ترتيب تيدها قصناته ونظيفيننا ان شاء الله. ساسو قادة خلي ينقت هذا الموية حرة ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظكم اصحابي كلكم ما شاء الله تبارك الله. سيدادو اركو السين باستدي وقصو شوي وحاروا انان انتان كوكو سليد انكو شوي كجبن بريس انكو صور شبطة عن لقدي ما شاء الله تبارك الله. شكين كينوا كنا مركو قبوان بحبح سنايا مرقة شكين كوا أباهنا هاي وحنكو صوب سنايا عيشات إن شاء الله. بريس كعد كواكن مرقة شكين كوا حنكو صوب سنايا ملوقيدة ونو قدو تاربنا أصحاب كافي ونقضة إن شاء الله. ما شاء الله أصحاب باستا دي ساروا بين قطي باستا عادي بهداك سمعها بهدي سان قدود مكوغ نقونيسو باستا دان للاق سمعين كرا ما شاء الله تبارك الله. مركا عدو حقصو شونينا تسيرو بصل تسيرو طون
بريسكي أقصد شوانا هنا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله بريسكي أبينا ما شاء الله تبارك الله راح أحط الموية بسم الله خلاص الموية ما تكتر لأنه بعدين يصير الرز حبة حبة أسحب كده ليش أنا أتكلم عربي لأنه رفاقي كله في العرب يعني بيقولوا يا ناس كل مرة أنت تضحكي بالعربي لكن لما تحط الأكل ولا تسوي أكل ما تتكلمي أنا قلت عندي أصحاب صراحة ما يردوا بس بالعربي قرال هذا مرك مرك عريوك وهذا لا يو تتكاس عملا نغو حرن بريسكي وحنك صود رايا كسير ماجئة إن شاء الله واكنا بريسكي قرحه وكسوب بحي لا أزيد الموية لا أنادس الموية بأحط هذا القستير إن شاء الله 10 دقيقة يكون يخلص إن شاء الله أسحبتي إذا أرجع لهاي وين كدي بن دجاج كي أنا ضيف سنينا إن شاء الله بإذن الله الكريم ما شاء الله إن أنت بريسك إيه هو رأيه دجاج كسو نضيف سنايا ساسا أسكول السعنينا إن شاء الله أصحابتا دجاج كي وين نضيفي ووجدين ساسا أسو نضيفي وكاس ما شاء الله تبارك الله هذا أكل سوريا أقول لكم تفضلوا يا أصحاب العرب بأي مكان أنتم قاعدين الله يخليكم هذا الزبدة راح نحط الزبدة إن شاء الله 5 ملعقة بسم الله ما شاء الله ملوغية لما تسوي الزبدية فيها طعم كويس ما شاء الله تبارك الله سليت مقوم لينا إنه بنقيا لنا عيون لكن الزبدة ده ما شاء الله حط البصل الملوقي ده ندفتها كويس ما شاء الله تبارك الله زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله بس الشيء الا احمر اي كان قطع سوينا ما شاء الله طونا نتكوهستا عرف ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله اصحابي بس الشيء قدود نقطوه وجيدين أقصد درينا ملوقيني إن شاء الله أصحاب تواكا مرقيسا أقصد درايا هذا إن شاء الله بسم الله حسبنا مدة هذه لباتن إيشن دقيقة يلو ككرة طون إيوه حنا يسنا تشكل كالكرة أقدرينا هذا ما أهن أصو ككرة أصحابتا ملوقيدي وانو دماتي عرف عرفتي سوى قدر كل شيء دعاني ريس حتى عملها وجيدين قليل قليل عمل واي هدي قاد محن كدهاي اسبوع عوني ربتي تلاجد قشو ما شاء الله تبارك الله
sida wax badan kuugu haayo. Briskiina waa kan gacan ma qaadan ma gelinin, sidiisuu noqday sidiisu ku gursada waa ujeediin. Waa soo guranaynaa maluuqyadiina, waa tan waxay noo hirana talaajada gashanaynaa. Maasha allah tabaaraka allah. Maasha allah asxaabta, waatana maluuqyadii iyo briskii say iskugu soo baxeen waa ujeediin. Hal dherer wayaani dhah. Maasha allah tabaaraka allah. Kalgacaylkii loo karsaday ayaa qabnaa. Maasha allah tabaaraka allah. Briskana soo qurux badan yahay, maluuqyadana waatana wax badan ayba noqotaba weli waxaa ku jiro. Marka maasha allah asxaabteyda kusoo dhabaada briisii maluuqiyo aada u macaan badan, calooshana kuu soconeyso. Maasha allah tabaaraka allah, afkana dhani kuugu yeelaayo. Maasha allah asxaabteyda, waaw, briiska ujeedin baastadii sidoo ka dhigay qorax oo ka dhigay. Maasha allah tabaaraka allah. Allaha saa idinla soo sheer gareynaaye. Waa mahadsan tihiin asxaabteyda daawashadiina quruxda badan. Yaa akhwaani alcarab, tafadaluu hadi alghada li sawayta xasi alruuz walmaluuqiya, talacad xilwa wutacamuha kuweys. Maasha allah tabaaraka allah. Hada baraka insha allah. نقول بسم الله ونأكل والطعم زي 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 حلو. ما شاء الله تبارك الله. تفضلوا يا أخواني المسلمين بأي مكان اللي أنتم قاعدين. ما شاء الله تبارك الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.